دونك كيف ما تعرفوا انا نقرا في تيبيس وكما في بريكش معناها انت جديد عشان متعرفش تعمل سبسكرايب. احنا في تيبيس نعملوا كان حاجتين، ملون نحرقوها قرايه يا طيبه يا طيبه، وبعد نحفلوها لي 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 لي. هذيك علاش استدعوني صحابي من لاينز. ها من لاينز تبا لاينز شو حالتهم من لاينز باش نمشي نكمبي معاهم في نابل. اوكي جايز، دوك مازلنا كي وصلنا وخادين نهبطوا في الفريجات وباش ندخلوا طوا للغابة نقصوا الطريق. اي قصوا الطريق قصوا الطريق يا شباب هيا. And we go in 3-2-1 go. طب مازلنا كي وصلنا للمخيم وطب نحطوا دبشنا وبعد نكملوا ثنيتنا للبحر. هاي خلينا نوريكم مش فما في وسط لي طونت. دونك هذه مثلا اكزامبل نتاع طونت مش فما الداخل ما حسيلو سره نو شيت بي كون فما برشا زقوقو في القاع قررت نعمل فازه في المونتاج. تعرف فاش فكرتني حسيلو الاغنية الطويلة هذه الكل فكرتني بلقطة هذه بيتزا بيتزا سطح هي المناسبة لك والي انا مكش عارف بيتزا بيتزا سطح هي المناسبة لك والي. شو مزيان هالبلاصه ابرق وصفها هذيك كما وصف الابتدائي. جبهة الشمس تنعكس على الاعين فتبعث في الروح النفس الطمانينه. كرنج بليسلنا دوك احنا دوف في البحر شو مشي نبدل حوايج حسيلو. دي لحظه لحظه البرد اش لي باش في فيديو جديد معاكم فاني. اوه ما عادش نحس بسيقي زه ما عادش نحس بحاجه اخرى زيد. اوه ميك سام نويز. ما عنديش مديده من اللي شفت حسيت الفيديو نتاع واحد روسي يعمل فيديوهات كيما هكا. دونك خممت انا نجرب نعملها اليوم الفازة هذي. بعد تذبح بيها في البحر رجعنا للمخيم غادي ونفطرنا لعبنا ودربكنا وكما في كل كامبينج جاء وقت لمن الحطب. دونك انا حسب ما نعرف حسب ما سمعت اللي لازمتنا نلوجو على حطب شايح. دونك ماذا بينا كان نهزو الحطب اللي ماهوش منلب وماذا بينا نوعو بين الحطب بين الحطب هذايا مثلا اللي يبدا جيد وفي صافي ما يتحرق والحطب هذايا اللي اكبر اللي بعد يعني ياخو السنة اللهب نتاع الحطب الصغير وبعد ناخذو الحطب الكبير اللي هذاك يشدنا اكثر وقت كيما انا هيك مثلا. سالو وانا شزيتو ايه الحمد لله حاجه مخلطه بيان 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 ميرسي ميرسي. كي شباب دوك توا قربت السبعة نتاع ليه دونك توا شباب قربت الخمسة والدنيا بدت نايم والدنيا بردت وانا جوعت بصراحة.
في بيلي فما خبز سغاتي تنشيني كل شوية لما بالسرقة. تستمتع الضباع بوجبة استحقتها بعنائها. تنهش الفريسة بسرعة. أبرا دوا باش نشعلوا النار. نشعلوا الحطب هذي اللي نمينيها من قبيلي. لا ما زلنا قدينا النار. مانيش متأكدين كان هذي الطريقة صحيحة ما يا جماعة واترة هو الخطب الرسمي راه خطب هو هبط عليه وسرد. والله قاعد يسخن قاعد يسخن. لا وكان هو يسترق تنهش شعلت ديك النار منه وحطها منه وانا شفت دوكا احنا قاعدين نعانيو باش نشعلوا النار نتاعنا. فما جماعه بجنبنا بالضبط عندهم نار اسطوريه باش نسرون كيفاش عاملوا نسولكم حاجه نحبوا نعرف كيفاش شعلتوا نار كنهكي. اللي سالناهم كانوا بهين معنا على الاخر درجه واحد منهم دخل معنا للغابه بالتورش باش نجيبوا حطب خشين خاطر الحطب اللي لميناه طلع يتحرق فيسا وما يشدناش الا كامل. دوك مزيت كي رجعت حطيت الحطب اللي جبته الكل وحدك والنار قويه بيان. طيب باش نرجع نجيبو بقية الحطب وباش نكملو نشعرو نشعلو الكامب فاير ونصهرو يس ونعملو جو. اليوم راني معاك غدات ثاني متمني يكتب المكتوب هو نكون حداك زي ميرسي سو ماتش كرواسون. شوش دبرت لي شباب خاطر ما جبتش معايا لومجة وجعت على الاخر والعشاء مازال وبرشا باش يحضر خبز ما عمره ما كان بالبدايه هذي ملو قلنا حبيبك ما تنساه الزينة ما درتي فينا انا وقلبي قلبنا عليك ما لقينا وهاي الزينه ما درتي فينا يا خايبه ما نجيها انا وقلبي قلبنا عليك ما لقينا. دونك اون فاش شباب بعد طلبت ثلاثه سوا واحد مستنيو في الشهر يعطيهم صحه اللي حضرونا العشاء اللي هم على فكره مازال ما بديوش تعشى باش نعمل توا ذويقه ونعطيكم رايي في العشاء باي Good, hi babe. طيبة في غابة يقول. شوفت من هنا اسمها فيس. هذيك sleeping bag متاعي. عارف بنوي. يا خولة. حسلامة. هنمشي ونعمل تفهمنا عليه. اوكي ساعتين متعلين. Let's go. برا اسبقني. تعمل جهاز. حسلامة. تعطيني كمان مالوري بالشوكولا؟ نموت على الشوكولا راني انا نموت على الشوكولا راني انا لا على الشوكولا ميرسي خندق سي تري ديليسيوز ما بانها شكون مولاها؟ سي عمار يعطيها الصحة سي عمار ان شاء الله من نجاح لنجاح بربي خليوني نحبك من ناكلها خليوني بنينة فريمون باش ناكلها سامحوني خليوني ناكلها كابت البلبلوني كرينج ويل دان والله بنت I'm so proud وكا شباب نكونوا وصلنا لاخر الفلوغ دونك كان تحبوا تجيو البلاصه هذيا اسمها سنتر تخييم رتيبه في نابل وكان تحبوا تجيو يعني البلاصه نخلي لكم الليام نتاعها على المابس في الديسكريبسيون باش تعرفوا البلاصه بالضبط بصراحه تعرفون البلاصه تخييم باهين سيف على الاخر حسب الاكسبيريونس نتاعي بحر قرابي يعمل حكايه كيلومتر من البلاصه هذيا دونك كاكسبيريونس تعرفون على الاخر ننصح اي عبد على الاقل يجرب التخييم مره على خاطر اتس سو ماتش فان وحاجه برسمي جديده عليا ودونك كي وصلت لاخر الفيديو ما تنساوش تعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك للفيديو هذيا ونشوفكم في فيديو جاي باي. هز شوشرو هز تعد منار ما عملتهم ياش تعد تعبت يا منارة تعبت والله هزك شوشرو